كرة القدم هي الأوبرا التي يعزف فيها جميع الفئات العمرية، لذا تسعى النادي الصيفية لإتاحة تجربة رياضية متكاملة ترعى المواهب الكروية وتوفر لها ملاعب وتدريبات مدروسة يشرف عليها نخبة من المدربين. تم التجهيز دائما، تجهيزاتنا نحن كلها دائما إلش في اشتراكات صيفية للطلاب. عادة نحن مكسبنا الوحيد نحن مدارس الكروية هي انتقاء المواهب الكروية والاستمرار فيها والاستمرار بها خلال السنة. نحن قلنا مشاركات بالدوري العام وقلنا حضور فيه، تجهيزاتنا منفصلة نفصل ونحن نكون جاهزين قبل انتهاء العام الدراسي. مجرد ما انتهى العام الدراسي بلشنا نحن بالمدرسة الكروية هون بواحد ستة طبعا، وكنا محضرين التجهيزات، محضرين الأدوات الرياضية سواء من كرات أو أدوات مساعدة أو لباس، وأيضا المدربين يكونوا جاهزين لكل تدريباتنا. نحن طبعا عندنا على مدار الأسبوع كل ثلاثة أيام في مجموعتين، في عدة مجموعات بس أنا المستلم من مجموعتين، مجموعة 11 ونص ومجموعة 12 ونص. الأعمار يعني متقاربة 2003 و4 و2 بهالشكل حسب الأعمار احنا حاطينه. تمرين مديته ساعة، يعني الشباب هون يعني كتير متجاوبين معنا طلاب المدرسة بشكل مظبوط. يعني نشاطات صيفية متنوعة من قبل الشباب الناشئة، ولكن حبهم لكرة القدم تجاوزوا أهدافها إلى إرساء مشروع نموذجي ليتعلموا قواعد اللعبة السليمة والروح الرياضية. أحلى لعبة، أحلى رياضة، ممتعة، تسلي، بلعب هجوم أنا مثلا، الشباب هم كلهم رفقات إنه بلعب مظبوط يعني هلا مركزهم مثلا دفاع هجوم. جماعية بيشترك فيها الكل، لانه هي عباره ما انا لعبه فرديه، لازم الكل انه مثلا لا تيجي الطابه للهجوم، لازم تمر بخط الدفاع ولازم تمر بخط الوسط، يعني هي يعني بالانانيه ما حدا راح يدخل جول وما حدا راح يكون متقدم فيها للكره لانه هي جماعيه. كره القدم ولا سباق؟ كره قدم بس. كره قدم بس. موسيقى وكره قدم وسباحه. اوقاتي كلهم بيلعبوا معي وبتسلوا ومتسلى هون بالنادي ونعمل رياضة. سلاي بتسلي ومنه متدرب ومنه بنعمل كل شيء، يعني تسلي كتير. بحب السباحة كتير وأنا لعيب فيها، بعرف السباحة. أنا حارس. سوريا 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 تعيش تعيش تعيش. يأمل الناشئة عبر انخراطهم في هذه النوادي إلى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم الرياضية والانطلاق نحو الاحتراف.